عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة مساحتي، أهلا وسهلا بكم. موضوعنا اليوم شجر لا تقترب منها ولا تصطدم بظلها ولا تأكل حتى ثمارها، بكل بساطة ستقتل. نعم، بهذه العبارة، إنها مجرمة فوق القانون. ادعمونا لتستمر القناة لتقديم كل ما هو مفيد وجديد. بعد الفاصل سنواصل. هيا بنا لنبدأ. نعم، نعشق الطبيعة ونتمنى أن تحيط بنا الأشجار والأزهار من كل جانب، فالأشجار بالإضافة إلى ظلها وثمارها المختلفة تمنحنا الأكسجين الذي لو فقدته لدقائق معدودة تعرض دماغك للتلف أو الوفاة. لكن هناك أشجار تتمنى لو لم تكن في الوجود. رغم كل الخدمات الجليلة التي تقدمها للطبيعة، أنها بكل بساطة قد تفقدك حياتك بمجرد الاقتراب منها. وهذه الشجرة التي نتحدث عنها ليست أسطورة ولا خيالا علميا كما يظن البعض، إنها من عائلة أشجار فيربيون، أصلها من جنوب أمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية. يطلق عليها الإسبان لقب لا مانزالينا دي لا مورتي، أو تفاحة الموت الصغيرة. هي شجرة طويلة مورقة وثمارها تشبه التفاح الأخضر الصغير. تغريك لتتناولها، طعمها حلو المذاق ولذيذ، لكن في لحظات فقط من تناولها يتحول إلى سم قاتل يحرق فمك كأنه أشد الفلفل حرارة. والغريب في هذه الشجرة أن كل أجزائها سام من الساق إلى الورق، فالنسغ الموجود في خشبها يمكن أن يتسبب لك العمى والتقرحات، وثمارها تحدث دمامل بالفم والحلق، إضافة إلى تلف معوي شديد يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الموت. حتى الاقتراب منها دون لمسها قد يسبب لك حساسية الجلد والتورمات. صنفتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية على أنها أخطر شجرة في العالم، فكل جزء من شجرة منشالين سام ومميت. خطورتها تكمن في احتوائها على العديد من المواد السامة، أسوأها مادة الفوربول. تركيبته الكيميائية متشابهة لبعض المركبات الموجودة في جسم الإنسان، فالفوربولات تحاكي عمل التيجيسيلين، وهو جزيء دهني يستخدمه الجسم بطرق عديدة، منها تنشيط أنظيم يسمى بروتين جينيز الذي يؤدي دورا مهما في تنظيم بعض العمليات في الجسم مثل نمو الخلايا والتمثيل الغذائي وتنشيط الأورام السرطانية، رغم أنه غير مسرطن بذاته. لذلك عندما يزيد الفوربول في تنشيط عمل أنظيم بروتين كينيز سيضطرب عمل الخلايا والجينات المصابة، مما يؤدي إلى مجموعة من التأثيرات الخطيرة مثل الالتهابات والتقرحات الخلوية وتنشيط النمو السرطاني. فالفوربول موجود في كل أجزاء هذه الشجرة، لذا يجب عليك ألا تلمس أي جزء منها، كما أنه قابل للذوبان في الماء، لذا عليك الابتعاد على شجرة المنشارين بمسافة لا تقل على 10 أمتار. رغم كل ما تقدمه للبيئة من فوائد وحماية السواحل والرياح العاتية والأمواج المدمرة بفضل جذورها العميقة وفروعها السميكة، وتبقى سحاري الإيغوانا السوداء ذات الديل الشوكي المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يعيش في هذه الأشجار المميتة. ويبقى الأمر لغزا حير كل العلماء والباحثين حتى يومنا هذا، فسبحان الخالق العظيم يخلق ما يشاء كيف ما يشاء. وتقول إحدى أساطير أن أشهر وفاة لهذه الشجرة هو الفاتح الإسباني خوان بونتيني دي ليون، حين جاء إلى ولاية فلوريدا عام 1521 ميلادية للبحث عن الذهب، ولم يرضى سكان الأصليون بتسليم أراضيهم، فدارت بينهم معركة، ووقع خوان مصابا تحت شجرة منشالين، وسقط نصف الشجرة،
فوق قدمه مما تسبب له في الوفاة بعد ذلك بفترة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، إلى فيديو لاحق إن شاء الله. السلام عليكم.